الإحصائيات أو الحاجات اللي محضرنا فريق الإعداد، في لسه إحصائيات إن شاء الله هنتابعها مع حضراتكم، لكن قلنا مباراة كبيرة، مباراة صعبة، لأن مباراة المقاولين والأهلي دايما تبقى صعبة، خصوصا بقى إن الأهلي لسه مقابل العويمي من 4 أيام على الأقل يعني، فموضوع صعب جدا. إن شاء الله نادي الأهلي قادر بتألقه بتألق كل لعيبته زي ما قلت لحضراتكم، جونيور أجايي وهزارو وليد سليمان عبد الله السعيد، زي ما انت عايز تقول قول. نروح نتابع بقيه الاحصائيات بتاعتنا ونرجع لحضراتكم نتكلم في الاخبار المهمه. الاهلي اكثر انديه الدوري المصري تحقيقا للفوز المتتالي هذا الموسم بعد الفوز في 9 مباريات، كما انه لم يخسر خلال اخر 12 مباراه خاضها. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله تبقى المباراه العاشره باذن الله النهارده. آخر 5 مباريات للفريقين في الدوري المصري، الأهلي فاز في 5 مباريات متتالية، المقاولين فاز في مباراة واحدة تعادل، الأهلي مفيش تعادل الحمد لله، المقاولين تعادل في 3 مباريات، هزيمة الأهلي الحمد لله سجله خالي من الهزائم في 5 مباريات الماضية، المقاولين عرب هزيمة واحدة، سجل 12 هدف المقاولين 4 أهداف، استقبل النادي الأهلي 2 المقاولين استقبل 7 أهداف، نظافة الشباك 2 للنادي الاهلي ومباراه واحده للمقاولون العرب. خلينا برضو في الاحصائيات، مباريات الاهلي لعب 22 مباراه، المقاولين 22 مباراه، دقائق لعب ده للكابتن حسام بدري طبعا والكابتن محمد عوده، كابتن حسام بدري مع النادي الاهلي لعب 22 مباراه، ايضا عوده 22 مباراه، في استقرار في الجهاز الفني للناديين، دقائق لعب كابتن حسام بدري لعب مع النادي الاهلي 1980 دقيقه، نفس الكلام لمحمد عوده، 50 هدف للكابتن حسام بدري مع النادي الاهلي، عودة 27 هدف دقيقة لكل هدف، 40 دقيقة يعني بنسجل النادي الأهلي وكابتن حسام بدري بيسجل 40 بيسجل هدف كل 40 دقيقة، في حين المقاولين بيسجل هدف كل 73 دقيقة. صناعة الفرص مع كابتن حسام بدري، الأهلي صنع 169 فرصة في حين المقاولين صنع 78 فرصة، دقيقة لكل فرصة 12 فرصة لكل دقيقة، النادي الأهلي بيعمل 12 فرصة لكل دقيقة، النادي المقاولين العرب بيعمل 25 فرصة لكل دقيقة، النادي الأهلي سدد مع كابتن حسام بدري 304 تسديدة في حين المقاولين سدد 262 تسديدة. على المرمى بقى تسديدات مباشرة على المرمى، النادي الأهلي سدد 127 تسديدة مباشرة على المرمى في حين المقاولون العرب سدد 92 تسديدة مباشرة على المرمى، 16 تسديدة لكل دقيقة نادي الأهلي في حين المقاولين العرب 22 تسديدة في الدقيقة أو تسديدة في كل 22 دقيقة. عرضيات الأهلي اللاعب مع كابتن حسام بدري 394 عرضية، المقاولين مع محمد عودة كابتن محمد عودة لعب 297 عرضية، عرضيات صحيحة 95 عرضية صحيحة نادي الأهلي، 71 عرضية صحيحة المقاولين العرب، 21 عرضية يعني عرضية كل 21 دقيقة، المقاولين كل 28 دقيقة عرضية، إحصائيات ولا أروع بيحضرها لنا فريق الإعداد. اتفضل. توقيت أهداف الأهلي المسجلة في الدوري العام، أكيد طبعا هنتكلم مع ضيوف الكرام في كل هذه الإحصائيات يعني بإيضاح أكتر من كده إن شاء الله بعد قليل. نادي الأهلي في أول 15 دقيقة بيسجل 5 أهداف، معدل التسجيل في الدقائق. النادي الأهلي بعد مرور من 15 دقيقة ل 30 دقيقة بيسجل 4 أهداف. النادي الأهلي أيضا من الدقيقة 30 للدقيقة 45 بيسجل 11 هدف. من الدقيقة 45 للدقيقة 60 الأهلي بيسجل 7 أهداف. من الدقيقة 60 ل 75 الأهلي بيسجل 8 أهداف. من الدقيقة 75 للدقيقة 90 معروفة عن النادي الأهلي، الأهلي بيسجل 15 هدف وده أعلى معدل، عشان كده لا تأمن النادي الأهلي إطلاقا، أقل معدل كان 5 أهداف أعتقد أو 3 أهداف. نادي المقاولين العرب في الدقيقة من الدقيقة الأولى الدقيقة 15 بيسجل 3 أهداف، من الدقيقة 15 الدقيقة 30 بيسجل 2 أهداف، من الدقيقة 30 للدقيقة 45 بيسجل 8 أهداف، من الدقيقة 45 ل 60 بيسجل 5 أهداف، من الدقيقة 60 ل 75 بيسجل 5 أهداف، من الدقيقة 75 للدقيقة 90 بيسجل 4 أهداف، أعلى معدل أهداف من الدقيقة 30 للدقيقة 45 نادي المقاولين العرب مسجل 8 أهداف. هدافه الفريقان مشاركات وليد أزارو من النادي الأهلي وأحمد علي من نادي المقاولين العرب، شاركوا وليد أزارو شارك في 21 مباراة، أحمد علي شارك في 20 مباراة.
وليد ازارو لاعب 1799 دقيقه، احمد علي لاعب 1524 دقيقه. وليد ازارو سجل 12 هدف، احمد علي سجل 8 اهداف. وليد ازارو صنع هدف، احمد علي رصيده خالي من صناعه الاهداف. صناعه فرص، يعني صناعه الفرص طبعا حقيقيه، كانت لوليد ازارو شارك في صنع هدف، لكن صناعه الفرص العامه بصفه عامه وليد ازارو صنع 16 فرصه، احمد علي صنع 9 فرص. تسديدات، وليد ازارو سدد 54 تسديده، احمد علي 45 تسديده. تسديدات على المرمى مباشره 31 تسديده لوليد ازارو مقابل 16 تسديده لاحمد علي. دقه التسديد 57% لوليد ازارو، 33% لاحمد علي. مراوغات 16 واحمد علي 12. عبد الله السعيد ومحمد فاروق الاكثر مشاركه بالاهداف، 20 هدف شارك فيهم عبد الله السعيد بصفه عامه. الاكثر مشاركه بالاهداف في المقاولين محمد فاروق 9 اهداف. عبد الله السعيد شارك في 19 مباراه، لعب 1590 دقيقه، سجل 10 اهداف، صنع 10 اهداف. تسديدات 48 تسديده على المرمى، سدد او التسديد المباشر 19 هدف. صناعه فرص 40 فرصه بشكل عام. مراوغات 51 مراوغه. قطع كرات 55، عرضيات 42، يعني عرضيات صحيحه كان منها 16، ركلات الجزاء 5، سجل ما شاء الله 5 ضربات جزاء. نروح لمحمد فاروق شارك، يلا طيب يلا. احمد فتحي مع احمد علي 16 مشاركة لأحمد فتحي، 18 مشاركة لأحمد علي، 1395 دقيقة مشاركة لأحمد فتحي، 1491 دقيقة لأحمد علي. ثلاث فرص أو ثلاث صناعة أهداف، ثلاث مرات لأحمد فتحي ومرتين لأحمد علي. صناعة فرص 8 فرص صنعها أحمد فتحي، أحمد علي برضو 8 فرص. عرضيات 45 عرضية لأحمد فتحي منها 10 صحيحة، 77 عرضية لأحمد علي منها 22 صحيحة، نسبته عالية. قطع كرات أحمد فتحي طبعا مميز بقطع الكرات، 159 مرة قطع فيها الكرة، 82 مرة لأحمد علي. نروح لحراس المرمى، محمد الشناوي في محمود أبو السعود 16 مشاركة للشناوي، 16 مشاركة لأبو السعود، 1396 دقيقة، 1440 دقيقة لأبو السعود، 39 تصدي للشناوي، 44 تصدي لمحمود أبو السعود. تعامل صحيح مع عرضيات 18 الشناوي 19 أبو السعود، واحد الاثنين اتعادلوا في تصدي لركلات الجزاء، ركله جزاء لكل حارس. 10 مرات شباك نظيفه للشناوي واربع مرات لابو السعود. يعني دي كانت اهم الاحصائيات مع حضراتكم، حاجه جميله جدا ان شاء الله زي ما عودناكم، ان شاء الله يكون في احسن وفي يكون في استمراريه في هذه الاحصائيات المميزه جدا من فريق الاعداد. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام الكباتن الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، نجوم الاهلي ونجوم مصر. فاصل واستنوا.